موسم الصيف لما الشو بيزيد في أشياء مهم نعرفها. أولاً كيف نميز العلامات المبكرة الناتجة عن ارتفاع الحرارة بجسم الكلاب؟ وثانياً كيف فينا ناخد احتياطات لنتجنب إصابة كلبنا بضربة شمس أو هيت ستروك؟ كل نوع كلب يتفاعل بشكل مختلف مع الشو والحرارة، ولكن أول شيء منلاحظه هو أنه بيتناول كمية أكل أقل من العادة، وهذا الشيء كتير طبيعي لأنه بيصرف طاقة قليلة، وأكد لنا هالشيء عماد مع كلبه ماكس. الكلاب موجود عندهم غدد للعرق أو سويت جلانز على البوز تبعولهم، بس بيعرقوا كتير قليل منهم، والمصدر الأول للتخلص من الحرارة هو من خلال البانتينج، يعني لما يلهث. فإذا لاحظنا أنه كلبنا عنده هالعوارض معقول يكونوا علامات أو ساينز ضربة شمس يلي هي كتير خطرة على صحته. أول شيء منلاحظ أنه اللثة عنده صارت حمرة زيادة عن العادة، بعدين ببلش الكلب يلهث على السريع كتير، بالإضافة لهيك الريق حوله تمه بصير كتير سميك ولزج، وبترتفع حرارة الكلب مع احمرار حديناه تمه وبطنه. وآخر شيء منلاحظ أنه إيديه والبوز صاروا رطبين وما لازم يوصل لهالمرحلة. أكتر كلاب معرضين للهيت ستروك هن اللي عندهم وجه مسطح مثل البولدوغ والباغ، لأنه في عندهم صعوبة بالتنفس. الكلاب يلي لون فرون غامق مثل الجيرمن شيبرد، وأيضاً الكلاب يلي بيكونوا كتير كبار أو كتير صغار بالعمر. لنتجنب ديهايدريشن والجفاف أو ضربة الشمس عن كلبنا، أهم شيء أنه على طول يكون عنده مي متوفرة للشرب، ونجرب قد ما فينا نمشي بالفي بعيد عن direct sunlight، عن أشعة الشمس المباشرة، وكمان من المفضل أنه نجرب نظهره للمشي بوقت ما تكون الحرارة فيه كتير عالية.